أهلا بكم في المحاضرة الرابعة في مادة الـ TM240 واللي بنتكلم فيها على الكمبيوتر جرافيكس. خلينا نفتكر مع بعض كده اللي احنا what we have learned in the past lectures. احنا اتكلمنا على اللي هو الكارتيزيان سبيس بتاعنا أو الجافا سبيس بتاعنا في أول محاضرة، وبعد كده اتكلمنا على البارامتريك ايكويشنز واتفقنا أهمية الكلام ده، وبعد كده اتكلمنا في المرة اللي فاتت على المور شيبس، خدنا كذا كذا شكل من الأشكال الهندسية زي اللاين اللي هو كان لاين 2D، وخدنا كوادراتيك كيرف 2D، وخدنا كيوب كيرف 2D، وخدنا الارك 2D، وخدنا الراوند ريكت راوند ريكتانجل، وخدنا جنرال جيس الريكتانجل طبعا، طبعا اقوله حالا، خدنا الريكتانجل وخدنا الاليبس 2D، طبعا ريكتانجل 2D راوند ريكتانجل 2D الاليبس 2D، وخدنا كمان بعد كده حاجه اسمها البوليجون، وخدنا بعد البوليجون خدنا اللي هو الجنرال باث، ده كان اهم حاجه نهينا بها المحاضره، وبعد كده خدنا الكونستراكتيف اريا جيومتري. راح نستخدم الجنرال بوست كتير أوي. الجنرال باث ده اكتر حاجه انت هتحتاجها في الشغل بتاعك. اتفقنا اللاين المره اللي فاتت، اللاين بيبقى حاجه بسيطه خالص، بتتعرف في ستارت بوينت اكس 1 وواي 1 وبتنتهي عند اكس 2 واي 2، اما الكوادراتيك كيرف كان هو نفس البدايه والنهايه، ولكن كنا بنبقى شادينه من نقطه واحده من كنترول بوينت وحيده، واللي هي من خلالها كنا بن ايه بنعرف نوصل لاشكال زي كده، ده كده نقدر نسميه كوادراتيك كيرف، طالما الكيرف له بطن واحد، بطن وحيد يا شباب، ساعتها بنسميه كوادراتيك كيرف او كيرف من الدرجه الثانيه، له بدايه وله كنترول بوينت وله نهايه. تمام؟ اما اذا كان الكيرف كيوبيك ده معناه ان هو له بطنين او مشدود من اكثر من كنترول بوينت، وبالتالي له اكس 1 وواي 1 ومنتهى عند اكس 2 وواي 2 وكنترول للاكس سي 1 وواي سي 1 واكس سي 2 وواي سي 2 اللي هم التو كنترول بوينتس بتاعته. وخدنا مثال بسيط على الكلام ده، ازاي احنا نعمل وش انسان في المره اللي فاتت، ازاي ان احنا ممكن نعمل الحاجب على انه كوادراتيك كيرف، وازاي نعمل البق على انه هو كوادراتيك كيرف، وازاي ان احنا نعمل النوز على انها كيوبيك كيرف، وازاي ان احنا نعمل الفيس عموما على انه اليبس. كل الكلام ده اتعلمناه في المره اللي فاتت. الناس فاكره الكلام ده؟ شباب اي اسئله في الكلام ده؟ لا يا دكتور، تمام. المره اللي فاتت عملنا كونستراكشن للشيب دوت مع بعض، واتصور ان الامور كانت ماشيه كويس قوي معايا. حتى لسه موجود في البروجكت. طيب والراوند ريكتانجل والريكتانجل والار والكلام ده كله خدناهم المره اللي فاتت، وكمان اتعلمنا ازاي نحول بدل ما احنا شغالين على كل شكل لوحده نعملهم في جنرال باث واحد، وفي الاخر الجنرال باث ده نرسمه مره واحده على الشاشه ونخلص منه، ساعتها الامور بتاعتنا كانت ايه سهله. اتفقنا يا شباب دكتور، انه هو احسن ان نستخدم الجنرال باث احسن، لما اقعد اكتب في نعمل كل البريماتيفز دي بشكل واحد. تمام؟ زي ما اتفقنا على مثال العربيه المره اللي فاتت، بدل ما انت ترسم كل كيرف لوحده وكل خط لوحده وهكذا، مش هتعرف تعمل تملى الانتيريورز بتاعت الشكل بتاعك، لكن لما انت تعمل جنرال باث ساعتها انت ايه تقدر تعمل امر درو واحد يرسم الحاجات كلها، وفي نفس الوقت تقدر تعمل فيلنج ليها، لانه الجافا بتبقى فهمت ان ده شكل واحد على بعض انتجريتد. خلاص؟ فده يختلف تماما عن انك تكون شغال كل واحد لوحده. السكيلتون بتاعي كلكم طبعا بتفتحوا معايا،
عشان شغل النهارده برضه ان شاء الله نضيفه، وتبقى الكلام ده كله عندك علشان اكيد الامتحانات بتاعتنا هتبقى جايه في الكلام ده. مش عارف كيف المرة اللي فاتت يمكن آخر حاجة نهينا بيها الكلام. طيب يعني كنا مسحنا الرسمة ساعتها، لكن يعني بغض النظر عن الحكاية ديت احنا نقدر نبدأ جزء من الرسمة بتاعت المرة اللي فاتت كده، بس for clarification أو for revision in the same time. يعني خليني أكومنت الكود السابق كله وابدا معاكم يعني حاجه بسيطه كده نجربها مع بعض، علشان ده اللي احنا هنقدر ننفذ بيه يعني شغل النهارده، نكمل عليه ان شاء الله شغل النهارده. طيب ديت مجموعه البريمتيفز اللي احنا اتعلمناها زي ما اتفقنا. خلينا اقول مثلا انه انا عايز جنريت حاجه بسيطه قوي زي السمبل كار دي، حاجة صغيرة كده بالشكل ده، واضحة يا شباب؟ فعايز أعملها بالجنرال باث، تمام؟ الكلام ده أعمله إزاي؟ أهو أحققه إزاي؟ خلونا نركز مع بعض كده. طيب العربية سيمبلي أول حاجة أنا محتاج إن أنا محتاج هعمل خط زي كده، بعدين كيرف، بعدين خط تاني، تمام، وبعدين اعمل خط فيرتيكال زي ما اتفقنا المره اللي فاتت. ويفضل ان انا ابقى شغال بالجنرال باث زي ما احنا قلنا، و بعد كده هبدأ أعمل الجزء اللي تحت من العربية، أوكي، وبعدين العجل and so on بالشكل البسيط اللي قدام حضراتكم ده. طيب العربية دي ببساطة لو إن إحنا بدأنا هنا من 100 و100 زي كل مرة ما بنقول، هنبقى هنا عند كام؟ حد يفكرني؟ 200 و100 إجابة مقبولة هنا. 300 و100 ماشي، هنا طبعا تمام، هنا 400 و100 هنا 100 و200 هنا ميتين و200 بس أو طب هنا 250 عرض العجلة 50 كتير قوي، 225 ماشي 200 هنا 275 و200 هنا 300 و200. طيب ايه اللي ناقص لي؟ ناقص لي الكنترول بوينت دي، ناقص لي الكنترول بوينت دي. دايما يا شباب مع الكيرفات، انا بنقل لكم بس الخبره، احنا طبعا السنتكس خدناه المره اللي فاتت بالتفصيل، دايما ما بحطش الكنترول بوينتس الا بعد ما بعرف التيرمينال بوينتس بتاعت اي كيرف. خلاص؟ زي ما انت تلاحظ كده انا ما حددتش الكنترول بوينت بتاعت العجله هنا او هنا، ولا بتاعت السقف غير في الاخر خالص، تمام. الكنترول بوينت هنا دي هتبقى كام يا شباب؟ الاكس بتاعتها كام؟
الاكس بتاعت الكنترول بوينت دي كام يا شباب؟ تبقى 250 و 100 و 170 مثلا. طيب لا ده فاتي طبعا غلط. 215 و 100 بالظبط. 215 ولا 212؟ و 12 212 و وكم؟ 100 او 50 و 200 لا الواجهه دي هتبقى 250 250 بالظبط. انت زودها عن ال 200 شويه، خلينا اقول 212 برضه. ازاي الاثنين زي بعض؟ هقول لك. اولا هم ما لهمش علاقه ببعض، هم طلعوا زي بعض هب هذا، مش بقى قضيتنا خالص. تعالى نحسبها في العجله دي، سيبك من اللي فات دي. اوكي الاكس هنا بكام؟ 275، والاكس هنا بكام؟ ب 300. فانت في النص ما بينهم، حد فاهم؟ يبقى 275 ل 300 اخد الفرق ما بينهم، اخد الفرق ما بينهم، الفرق على 2 تمام. فدي تبقى 287 حاجه كده خلاص كاكس. واضح شباب؟ التامنين. طيب الواي بتاعتها، انت الواي هنا ب 200، انت نازل تحتها بنفس عرض العجله، العجله عرضها 25 بالنسبه لك، فده نص العرض خلاص، يعني حوالي 12. وبالتالي هنا انت 200، تبقى تزيد هنا تبقى 212. واضحه؟ حد عنده مشكله؟ طيب هنا السقف بتاع العربيه الاكس بتاعته بكام؟ هنا 300 وهنا 200، يبقى دي عند كام؟ 50. 50 هي نفس اللي انا عملته مع العجله، عملته مع السقف. طيب هنا الاكس بتاع ده الواي بتاعتي ب 100، يبقى هنا الواي نخليها كام؟ والله يا سيدي خليها صفر، مش فارقه، المهم ان انقص من ده. واضح؟ اي سؤال شباب؟ طيب تمام يا دكتور، تعالوا نعملها بس بالجنرال باث، يبقى كده كده الجيومتري واحده ما فرقتش معايا خلاص. هعملها بس هعمل لها امبلمنتيشن بالجنرال باث زي ما قلت لكم، عشان ده احسن بكتير، لانه الجافا بتفهم انه ده شكل واحد. اوكي تساوي نيو جنرال باث، بعد كده ابدا الايه تنفيذ. دايما الجنرال باس اول امر فيه الموف تو بالظبط، اللي هو هننقل القلم عند بدايه الرسم، بقول له جي بي دوت موف تو، وادي له اول نقطه عندي اللي هي كانت 100 و100 اللي احنا بدانا الرسم بتاعنا. تمام. طيب اول خط عندي هيبقى لاين 2. خلي بالك اتفقنا انه كل امر بينقص نقطه، لانه هو القلم واقف فعلا على النقطه، فانت هتدي له الاند بوينت بس بتاعت اللاين هو يوصلها. اول خط عندي منتهي عندي ب 200 و100، هقول له لاين 2 200 و100 ينفذ معايا. تاني سيجمنت عندي كان عباره عن كيرف، صح يا شباب؟ فالكيرف يعني كواد 2. واضح؟ الكوادرات الكيرف اللي احنا اتعلمناه كان بيتعرض بثلاث نقط، دلوقتي هيتعرض بنقطتين لان انا عندي نقطه البدايه. هدي له الكنترول بوينت بس والاند بوينت. واضح؟ انا هاجي هنا اقول له دوت كواد 2، وادي له الايه الكنترول بوينت بتاعتي اللي هي 250 وصفر، والايه الاند بوينت بتاعتي اللي هي 300 و100. اوكي بعد كده دوت السيجمنت اللي بعد كده عباره عن خط، الخط ده منتهي عند 400 و100 تمام. بعد كده في خط تاني اللي هو الفيرتيكال عند 400 و200، بعد كده خط تاني. شايفين يا جماعه انا برسم فين؟ انا برسم دلوقتي، هرسم الخط ده. اوكي هيبقى عباره عن لاين. هي السلايس فيها الفانكشنز؟ نعم اللي احنا خدناها المره اللي فاتت. انا لسه ما بداتش المحاضره، انا لسه بصبح عليك. اوكي طيب يبقى احنا هنتكلم في 300 و200، بعدين الـ الشكل اللي بعد كده عباره عن كوادرات الكيرف هو كمان، فاقول له جي بي دوت كواد 2، وادي له الكنترول بوينت بتاعتي اللي هي 2 8 7 و212، والاند بوينت بتاعتي كام؟ 257 و200. اوكي شباب واضح؟ طيب بعد كده لاين
خلي بالك يعني، وانا شخصيا شغال ممكن اغلط في كوردينت عادي من الكوردينتس دي، فممكن يا شباب كل شويه اعمل جي 2 دوت درو عشان اشوف الرسمه لحد دلوقتي صح ولا لا، حد فاهم؟ لانه وارد ان انا اغلط في حاجه. انتوا شايفين كده العربيه عامله ازاي؟ اوكي؟ واضح انها تربه مش عربيه. بس اوكي. انا كنت عارف طبعا لانه احنا المفروض كنا نطول الحته دي شويه. ماشي بالنسبه لهنا. لكن اوكي فاين، مش ده موضوعنا خالص. المفروض ان احنا هضمن الحته دي في المره اللي فاتت. هنا هقول له بعد اللاين هقول كواد 2. 212 212. الناس اللي كانت زعلانه من 212 انها طالعه نفس الرقم، ده ما كانش موضوعنا خالص. احنا كان المساله كل 200 و200، المساله كلها انها طلعت هاب هازارد كده شكل بعضها. اوكي، الخط الاخير هقول له او اللي قبل الاخير لاين 2، لاين 2 100 و200. طيب والحاجه الاخيره او الخط الاخير هقول له ممكن اقول كلوز باث. كلوز باث يعني وصل لي اخر نقطه انا وصلت لها باول نقطه انا بدات منها. تمام، وبالتالي لما اجي انفذ كده هلاقي الدنيا عندي عربيه زي ما انت شايف ما شاء الله، يعني عجل عظيم. هو مين العجل نزل مره طلع فوق يا باشا؟ مش هنعمل هو عربيه خاصه بنفسه، انا براجع دلوقتي محدش يستنى. اوكي، وبعدين ابقى ورينا اللمطه دي في الامتحان. خلي بالك اكتيفيتي 2 جاي على ليكتشر 3 دي، عشان كده انا عمال اعيد وازيد في الكلام. ها حبيبي منور والله. انت عايز تعرف، انت مش رفعت هتاخد درجه اعلى من اللي انت متوقعه. يعني لو انت توقعت 4 هتلاقيها 5. واضح؟ طالما ما تغش. لا انا هنغش مين؟ هنغش مين؟ وفي كل واحد رقم غير الرقم الثاني، كل واحد هيكتب فانكشن غير الثاني. معلش يعني، ما ده اللي احنا يعني بنستهدف. اوكي تمام فاين. يبقى دلوقتي الشكل قدامنا، احنا اتفقنا حتى المره اللي فاتت ان عندنا امرين للرسم، امر اسمه درو بيرسم الاوت لاين، وامر ثاني اسمه ايه اللي كان بيملى الشكل من جوه، حد فاكره اسمه؟ فيل. بالظبط، يعني لو انا مسحت الدرو دي وخليتها فيل الدنيا هتبقى كويسه معايا خالص. واضح؟ لان هو كده الرابع فهم انه ده شكل واحد. لو انا ماشي لاينز وكيرفز وكلام من ده اندبندنت ما كنتش هعرف اعمل فيل. حد فاهم؟ فبتفرق تماما يا شباب انكم تشتغلوا بالجنرال باث ولا تشتغل بالبريماتيفز مباشره. صحيح انا ما بحاسبكش على ده في الفاينل ولا حاجه لو ان انا مش مستهدفه، لكن يعني انت لازم تبقى دايما مور كومباكت، صغير الكود بتاع الجنرال باث دايما بيبقى اصغر. خلاص؟ اي اسئله؟ طيب تصور لو ان انا عملت حاجتين، عملت فيلنج وعملت درونج في نفس الوقت، يعني عملت جي 2 دوت درو وقلت له جي بي وجي 2 دوت فيل، انا رسمت ومليت من جوه. خلاص شباب، تتوقع التاثير ايه؟ مفيش اي تاثير صح؟ ليه؟ هقول لك ليه. بالظبط، فهو هو كده كده عمل، لكن هتفرق معاك لو جايه لك كده. لو انت قلت مثلا جي 2 دوت، خلي بالك من الامر ده احتمال نحتاجه كتير، سيت كلر اوف كلر بتريد، قلت لكم عليه قبل كده بس عدينا عليه كده مرور الكرام، لكن ان شاء الله النهارده هن ايه. فرقت؟ فرقت شباب؟ الفكره عادي بالظبط، هو الاوت لاين باحمر والانتيريور اللي هو، لان انا عايز احقق حاجتين، انا عايز الاطار يبقى ممكن هو ازاي بغير الكلام بدل اللون اسود اخليه اللون احمر؟ هو الامر قدامك هو سيت كلر. لا بدل مش جي 2 فيل جنرال باص خلاه لونه اسود، انا عايز اخليه مثلا احمر. لا بص، الجنريشن او الكريشن بتاع الاوبجكت ملوش دعوه، انت لما تيجي ترسم بترسم بقلم لونه ايه؟ واضح؟ ها؟
فالفيل والدرو اخر لون موجود عندها هي اللي بتشتغل بيه. فهي دلوقتي باي ديفولت انا ما كنتش حاطط اي الوان فكانت اسود، فقلت له اعمل فيل راح مالها لي باسود. لكن لو كنت حاطط قبلها جي 2 دوت سيت كلر كنت مديله كلر ثاني زي جرين مثلا هيملى العربية من الداخل بأخضر والحرف الخارجي بأحمر، لأن أنا نقلت التلوين بتاعي أو القلم بتاعي خليته بقى أحمر. واضح؟ أي أسئلة شباب؟ طيب يبقى الأمر فيل إيه لازمته في الدنيا؟ إنه يملى الانتيريورز بتاعت الشكل. طب يعني إيه الانتيريورز بتاعت الشكل؟ يعني دواخل الشكل. يعني النقطة اللي أنا لو بشاور على نقطة زي دي، لو نقطة زي دي يا جماعة دي جوه الشكل ولا بره؟ سهل صح؟ طب هنا بره. طب خلينا ارسم شكل كده معقد شوية ونشوف كده ايه اللي جوه وايه اللي بره. فانا رسمت كده بدأت من اوكي خلونا نرسم مور كومبليكيتد شيب ونشوف. حاجه كده هنا كده جوه الشكل ولا بره؟ طب هنا؟ طب هنا؟ هنا؟ طب تعالوا كده نشوف الكلام اللي قلته ده صحيح ولا لا؟ هيطلع الكلام ده غلط على فكره. تمام؟ وبالتالي في عندي حاجه اسمها انتيريور ديفينيشن اصلا، انا لازم اعرف يعني ايه انتيريور. الانتيريورز يا جماعه دي حاجه مختلفه تماما، يعني عشان الجافا اولا تعرف تعمل تملى الشكل بتاعك لازم تعرف الدواخل بتاعته، ان هي بتملى الدواخل. تمام؟ الانتيريورز دي طب يعني ايه دواخل؟ في طريقتين في الجافا لتحديد الدواخل، اول طريقه منهم اسمها اود ايفن ويندنج رول. ويندنج رول يعني ايه اود ايفن ويندنج رول؟ تعال نشوف. بيقول والله انت لو عندك اي شكل عايز تعرف الشكل ده او النقطه دي في الداخل ولا في الخارج، اولا انت بتتعامل مع الشكل كله حته بحته، يعني جزيره بجزيره، يعني المنطقه دي كده تتعامل معاها الاول تعرف هي داخل ولا خارج. شوف المنطقة دي والمنطقة دي والمنطقة، كل منطقة منهم تعرف لوحدها. حد فاهم؟ مبدئيا. طيب تعال نشوف الحتة الأولانية دي. قال لي والله عشان تعرف دي داخل الشكل ولا خارج الشكل بسيطة قوي، أقف عند أي نقطة وشد خط في أي اتجاه لبره زي ده كده. حد شايف الخط ده؟ وشوف هو قطع كام خط من خطوط الشكل. قطع كام خط زي ما أنتم شايفين كده؟ واحد، يعني أود نمبر صح؟ طالما قطع عدد أود من الخطوط اذا النقطه دي انتيريور. حد فاهم؟ يبقى النقطه دي انتيريور، يعني انتوا قلتوها صح الحمد لله. يبقى دي كده يا شباب ايه؟ انتيريور عرفناه. طب تعالى كده نشوف دي، شد خط كده قطعت كام واحد؟ يبقى هي انتيريور دي بره الشكل. يعني انت لو عملت فيل للشكل اللي قدامك ده بالجافا مش هيملى المنطقه دي. واضح؟ حد فاهم ليه؟ يبقى لانه اصلا ذيز نوت انتيريور. واضحه رجاله؟ طيب نيجي عند النقطه دي هنا، ده انتيريور ولا اكستيريور؟ انتيريور. خلاص لو مشيت كده هيقطع واحد اود، لو مشيت كده برضه هتبقى صح لانه هيطلع اود نمبر برضه ثلاثه. اي اتجاه هو كله صح يا شباب، خلاص كله صح. ده انتيريور ولا اكستيريور؟ ده اود ولا ايفن؟ ايفن. وبالتالي ده اكستيريور مش انتيريور. خلاص؟ وهكذا تمشي على الدنيا بتاعتك حته بحته. حتى كان في سؤال شهير يجي في الامتحان يديك رسمه كده معقده ايا كانت ويقول لك والله قول لنا بقى المنطقه دي انتيريور ولا لا؟ دي انتيريور ولا لا؟ دي وهكذا. حد فاهم؟ عرفت تعملها ازاي؟ طبعا لازم يقول لك والله باستخدام طريقه الاود ايفن ومنين. سهلة يا شباب؟ سهلة؟ طيب لو انه
ما استعملتش الطريقه دي، هل في طريقه ثانيه؟ اه، في حاجه اسمها نون زيرو ويندنج. نون زيرو ويندنج بيشتغل ازاي؟ بيقول اولا انت لما تديني رسمه قول لي اتجاه الرسم اللي انت اشتغلت بيه، مش بمزاجك يعني، ما تديهاش ليا كده كده معموله زي الصوره وانا مش فاهم الاتجاه اللي انت راسم بيه، وبالتالي ما اقدرش احدد ايه هي الدواخل وايه هي الخوارج بتاعه الشكل. واضح؟ يبقى لازم لو سالك بطريقه النون زيرو ويندنج لازم يديك الدايركشن. خلاص شباب؟ فانا هنا كنت راسم كده، بعدين كده، وبعدين طلعت لفوق، وبعدين نزلت لتحت، وبعدين مشيت كده، وبعدين كده، بعدين كده، بعدين كده، ووصلت للاخر. واضح؟ طيب نعرف الدنيا ازاي. قال برضو بنفس الميكانيزم، اقف في اي ريجون وشد خط لبره، بس احسب التقاطعات المتجهه. يعني لو محصله التقاطعات من اليمين للشمال بقت هي قد التقاطعات من الشمال لليمين، ساعتها تبقى انت اكستيريو. لو اختلف يبقى انت انتيريو. حد فاهم؟ يبقى انا من جوه ريجون زي ده مثلا هطلع لبره اهو، زي ما انت شايف انا، خلي بالك انا طالع كده. واضح؟ طيب ادي اول حاجه قطعتني، صح؟ دي قطعتني من الشمال لليمين، مظبوط؟ فالليفت تو رايت مره. طيب نكمل مع الخط، لقينا قطع هنا تاني، كده قطعني من ايه؟ من الرايت للليفت، اسف، من الشمال لليمين برضه، صح كده؟ يبقى ده عدده كام؟ اثنين، كده مرتين حصل. لكن الرايت تو ليفت كم مره؟ زيرو. تمام؟ طالما العددين دول ما تساووش يبقى دي انتيريور. حد فاهم؟ فديت خلي بالك المره اللي فاتت كانت اكستيريور، دلوقتي عامله ايه؟ انتيريور. فالنتيجه بتختلف. دي طريقه للحساب والجافا بتدعمها، ودي طريقه للحساب والجافا بتدعمها برضه. فهمنا يا شباب الفرق بين الطريقتين؟ اوكي؟ يبقى انت كل الفكره ان انت هتعد برضه عدد التقاطعات، ولكن في كل اتجاه. الليفت تو رايت عدهم كم واحده، والرايت تو ليفت كم واحده. لو العددين لم يتوافقوا ساعتها this is an interior region، else it is an exterior region. خلاص؟ سهله يا شباب؟ طيب once we define the interiors and exteriors of a shape، اول ما بتقول للجافا فيل بتبنى لك الايه الشكل بتاعك على حسب ما انت محدد طريقه الايه الفيلنج اللي انت مختاره، فالامور بتبقى سهله تمام. الشكل اللي قدامنا ده يا جماعه مثال على ما يسمى السوليد فيل. سوليد فيل يعني ان انا املى بشكل واحد، بس مش شكله حلو قوي يعني، ده في الكرتون البسيط ينفع معانا، لكن لو اني عايز اعمل التلوين بتاعي بور ادفانسد، بمعنى ممكن الون الدنيا بالتدريج، يعني ابدا مثلا من لون غامق قوي، بعد كده يفضل يقل 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 لحد ما يوصل للون معين. حد فاهم؟ الحاجات دي احيانا بنعملها علشان ندي احساس انه في اختلاف اضاءه او غيره، وبالتالي الفيلنج هنا بيبقى تدريجي، اللي هو بنسميه في الجافا جريدينت فيل. حد فاهم يعني ايه جريدينت فيل يا شباب؟ الجريدينت فيل يعني ان انا هاملى الشكل بتاعي بس بشكل متدرج مش بشكل سوليد. خلاص؟ سهله؟ يبقى اول طريقه في الفيلنج كانت السوليد فيل، وده مش حلو قوي، او مش افضل حاجه ممكن احصل عليها. انا عندي بدائل اخرى في الجافا، فانا ممكن بدل ما انا شغال بالسوليد فيل بالشكل ده اشتغل بحاجه اسمها الايه الجراديانت بينت. حتى هي في كلاس اسمه جراديانت بينت. فهمنا يعني ايه جراديانت بينت؟ يبقى طالما تلاقي او انت يكون هدفك انك تعمل تدريج في الالوان يبقى لازم تستخدم الجراديانت. ماشي؟ هسميه بينت مثلا، بي ان تي، هيساوي نيو جراديانت بينت. طيب الجراديانت بينت بياخد مجموعه ارجيومنتس بتحدد له كذا حاجه، زي انت بتقول لي تدريج الوان، صح؟ ايوه، تدريج الوان من لون ايه للون ايه، يبقى في لونين، لون ببدا منه ولون بنتهي عنه مبدئيا. حد فاهم؟ حلو جدا، ده اول ارجيومنت. يبقى انا اتوقع انه هيبقى في اثنين ارجيومنت، واحد اللون اللي ابدا منه، واحد اللون اللي انا هنتهي عنه. طيب هفترض ان انا عايز ادرج الالوان من الاحمر للاخضر، سهله. طيب هو انا ابدا الاحمر من الناحيه دي وانتهي عند الاخضر، ولا عايز نبدا الاحمر من الناحيه دي وانتهي عند الاخضر؟ يعني اللون ده في انه مكان، لازم تحدد لي المكان اللي انا هشتغل فيه. يبقى انت لازم تحدد اللون
والمكان اللي هيبدأ شغله منه واللون اللي هينتهي لي والمكان اللي هينتهي لي. حد فاهم؟ فدول four essential arguments للgradient bend أكيد لازم يعرفه. واضح رجالة؟ فهمنا ليه؟ يبقى عشان ده تدريب بالمنطق. التدريب ده معناه انه في لون ولون اوكي، لكن اللون كمان مرتبط بمكان، انت تبدا ده منين وتنتهي عند كام. خلاص. فهنا مثلا في حاله العربيه، لو انا عايز ابدا العربيه من لون اخضر، العربيه كانت بادئه من عند 100 و100 لو انت فاكر، اقول له مثلا 100 و100 ونيو كلر، واقول له كلر دوت ريد مثلا، خلينا نبدا من احمر وهنتهي عند اخر العربيه. احنا العربيه كانت منتهيه عند كام تقريبا؟ نهايتها كانت 400 وماشي، 400 و100 مثلا اوكي، وتنتهي عند كلر دوت نخليها جرين مثلا اوكي. خلاص كده يا شباب، انا كده جهزت النقشه اللي انا هستعملها في الفيلنج، صح كده؟ طيب المفروض اربط الجريدينت بينت ده على الجرافيكس عشان اقول له الرسمه الجايه ارسمها بده. واضح؟ فاجي هنا اقول له g2.setPaint. الامرين دول هم الزياده اللي احنا اتعلمناهم دلوقتي. يبقى لازم اخلق جريدينت بينت اوبجكت، بعد كده اعمل سيت بينت، بعد كده لما انفذ هلاقي الدنيا بقت عامله ازاي زي ما انتم شايفين كده. واضح؟ هل ده كان المستهدف بتاعنا؟ مظبوط كده يا شباب؟ يبقى بقت عندي بدل ما كانت لون واحد، لا بقى في تدريجه الوان، كانه في لمبه قايده كده قدام العربيه وكان لونها اخضر، ولكن العربيه اصلا لونها احمر. فاللمبه مش مؤثره غير على مقدمه العربيه بس زي ما انتم شايفين كده. سهله؟ حد عنده مشكله؟ طيب. بقى اول ما تلاقي التدريج في الشكل جريدينت بينت وسيت بينت، امرين حافظهم زي اسمي، مبرشمهم. جريدينت بينت وسيت بينت. اوكي. طيب خليني افترض ان انا لو عملت دي كده، لا بلاش 150، ايه ده بقى؟ هو انا طبعا على حسب الارجيومنتس بتاعتي، على حسب ما انا قلت له ابدا من 100 و100 اللي هي هنا بلون احمر، بدا فعلا اوكي، وانتهي تلوينك في الاحمر عند 150 100، عند 150 100 انقل على اللون الاخضر القاتل. واضح كده؟ طيب بس لسه العربيه ما اتملتش الوان، فهو بياخد اخر لون ويكمل بيه، هيعمل ايه؟ انت ما قلتلوش حاجه غير كده، واضح؟ لان انت كده شغال بحاجه اسمها اي سايكليك مود. يعني ايه؟ يعني ايه الاي سايكليك مود؟ يعني ما بكررش الباترن دي، ما بكررش، بكمل باخر لون معايا وخلاص، ما بكررش. تمام؟ لكن انا لو قلت له هنا كرر التلوينه دي، خليني احط كده اخر ارجيومنت اللي هو اختياري ده، خليها ترو بس وشغل تاني نشوف كده الفرق ايه. حد فاهم الفرق؟ يبقى الباترن اللي انا عملتها بدا يكررها تاني، يكررها ويكررها 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 ويكررها، بدل ما كان بيحتفظ باخر لون ويكمل بيه. يبقى انا عندي اثنين مود يا جماعه في البينتنج، يا اما سايكليك مود متكرر او اي سايكليك مود. الاي سايكليك مود هياخد اخر لون ويكمل بيه، وما قبل اول لون هيكمل بيه برضه الى ما لا نهايه. لكن في السايكليك مود الباترن اللي انت خلقتها بتتكرر ثم تتكرر ثم تتكرر ثم تتكرر وهكذا. واضح؟ سهله يا شباب؟ طيب خلي بالك، انا القيد بتاعي كنت قلت له ابدا من 100 و100 وانتهي عند 150 و100. طب اقدر انا عايز التدريجه دي من فوق لتحت مش من تحت لفوق، اعملها ازاي دي؟ ابدا من 100 و100 ل 200 و100 ل 100 و200 ل 100 و200 ممتاز جدا، او 100 و150 مثلا. تمام، 200 طبعا اجابه صحيحه، لكن انا هجرب حاجه ثانيه. شايفين الفرق يا شباب ايه اللي حصل؟ يبقى على حسب انا بقول له منين وانتهى عند ايه، هو بيروح جاي بينتربوليت او يمشي الالوان يدرجها في الاتجاه ده. خلاص، لو انا اديتها له كده بالجنب، لو انا اديتها له فيرتيكال، لو انا اديتها له هوريزونتال، زي ما انا عايز، انا حر.
على حسب التو بوينتس او التو لوكيشنز اللي انا بديهم للجافا هو بيكرر التدريج هيبقى في انهي اتجاه. سهله تمام. طيب يعني خلينا اكون عملتها بالورب، عايز العربيه بتاعتي تبقى كده، يبقى انا بزود في الاكس وبزود في الواي ساعتها الدنيا بتاعتي ماشيه بالجنب. سهله؟ في مشكله شباب؟ اسئله؟ لا تمام. قول له تمام تحت السيطره. طيب الحمد لله دي حاجه كويسه. يبقى انا دلوقتي معايا تو مودز اوف دروينج، اما ان انا ماشي سايكليك او شغال اي سايكليك. الحاجه الثانيه على حسب التو بوينتس او التو لوكيشنز اللي انا شغال بيهم بعرف احدد الايه اتجاه الباترن بتاعتي. طيب خلي بالك الكالر انا ممكن استعمل نون ستاندرد كالر، يعني عايز احط انا كالر على مزاجي، على مزاجي بمعنى مش في الالوان المحدوده. زي ايه؟ زي ان انا اعمل نيو كالر مثلا يا جماعه، نيو كالر وادي له التريبل نمبرز بتوع اللون. عايز لون مثلا اسمه 150 و110 و112 و30 مثلا. اوكي حاجه زي كده. دخلت تمام. يبقى انا هنا بخلق لون على مزاجي انا بدل الستاندرد كالرز اللي هي جرين وهكذا. يعني هنا برضه نفس الكلام، قلت له نيو كالر اوف 0 و100 و150 مثلا، حاجه زي كده. حد عنده مشكله؟ لا عيب. طبعا نيو كالر ده يا جماعه بيخلق لك انستنس جديد من الكالر وتدي له انت التريبلت اللي انت عايزه. انا اي لون على مزاجك انت، كميه الريد فيه كام وكميه الجرين كام وكميه البلو كام، زي الالوان الكمبيوتر كده اللي بعضكم يمكن شافها في المحلات، يركب لك اللون على الارقام اللي انت بتقولها له. خلاص؟ وبالتالي معاك حيز من الالوان ضخم جدا، تقدر تختار الوان على مزاجك تماما تماما تماما. كذلك الجافا بتقدر تعمل نفس الايه؟ نفس الحركه. حد عايز يسال؟ يبقى انا لو جيت في الامتحان قلت لك مثلا اعمل لي الشكل الفلاني، خلاص عملنا الشكل الحمد لله. بعدين قلت لك طيب عايزين نملى الشكل ده بجراديانت بينت او بينتنج متدرج، بيبدا من لون كذا الى لون كذا. حلو، عرفت انت الحته دي. ويز فيرتيكالي ريبيتد باترن، يبقى انا عايز التدريجه بتاعتي تمشي ازاي؟ تمشي فيرتيكال. حد فاهم؟ فهسيبك تختار انت اللوكيشن هنا بزيك. او اقول لك مثلا ويز هوريزونتالي ريبيتد باترن، يعني الباترن عماله تتكرر معايا على طول الاكس. تمام؟ او دياجونالي ريبيتد باترن، انا حر. كل ده اقدر اعمله بمنتهى السهوله ويطلع لي الايه؟ الباترن اللي انا عايزه. ممكن برضه اجي في السؤال اقول لك ان سايكليك مود، يبقى انت لازم تحط ترو في الاخر. لو قلت لك ايه سايكليك مود لازم تحط فولس في الاخر. خلاص؟ كل ده اقدر اتحكم فيه وهلاقي الكود بتاعك في الاخر بعد ما عملت جريدينت بينت، عملت سيت بينت، وساعتها الشكل بالتاكيد هيطلع معاك كما هي. الدنيا سهله؟ نقدر نجرب الكلام ده يا شباب؟ طيب الناس كلها كده ببساطه تعمل اليبس بسيط في اي مكان، اليبس 2 دي، ارسم اليبس كده على الكود بتاعك واعمل له جريدينت بينت بالالوان اللي انت تختارها، بس تكون الوان متدرجه زي ما احنا عملنا مع العربيه. الناس كلها تشارك يا ريت. يبقى تعمل اليبس 2 دي وبعدين تعمل امر الفيل، بس قبل الفيل لازم تعمل جريديانت بينت وسيت بينت. Thank you.
نفذ معكم. الو، حد ضم؟ حد عايز يشير المونيتور بتاعته عشان يشوفنا؟ اوكي، بس هي جمل باف هي بتتكلم؟ لا لا، كل واحد لوحده. سموها مش هيعمل لها فيلم. مش هيعمل هو انت عامل جمل باف يا ابني عشان تعمل جي بي رمل على طول اتش 2 دي. الليبس كوزي نكتب الليبس بالكابيتال ده بلس. نجيب الأرض ونكس الملف ده. نرسم نعمل فيه خطوط فين ده لو انا رسمته على طول. اوكي، نعمل بقى قبلها عمل الجريدينت تاني كده وشوف الاوتبوت هتبقى. هو انت عارف معلش مش مش انت عارف ايه؟ لا انت مش بتعمل جنوب اطراف، تعمل شكل خلاص زي الالبس. طبعا قبل الامر الابرق، قبل امر الفيل يا شباب، الجريدينت بينت، الجريدينت بينت اساينمنت لازم يبقى قبل امر الفيل ده كده، لازم يبقى قبل ده كده. الناس متابعه؟ كم واحد نفذ يا شباب؟ الناس الاونلاين الله سعد. طيب جود ورك. تمام الله ينور. الناس بس اللي معايا هنا بيقفلوا هم
ونجو نيكست. خلاص يا باشمهندس؟ أي أسئلة؟ خلاص؟ نفذت؟ طيب يبقى احنا كده اتعلمنا حاجتين يا جماعه في الفيلنج، اما ان احنا نملى بسوليد فيلم او نملى بلون متدرج اللي هو جريديانت بين. خلي بالك في شكل ثالث من اشكال الفيلنج اسهل واسرع في التنفيذ بتاعه من الشكلين اللي احنا اتعلمناهم دول، اللي هو ما يسمى بالتكتشر فيلنج. تكتشر فيلنج زيه زي ورق الحائط كده يا جماعه، لو حد فيكم جربه ورقة الحائط، احنا بنجيب الورقة نفسها نلزقها على الحيط تاخد شكل الحيط وخلاص الموضوع يخلص. حد فاهم؟ يبقى هي نفسها في الكمبيوتر او في الجافا هنعمل نفس الحركة، هنجيب صورة تمام؟ الصورة ديت نلزقها على اي شكل تدي معانا اللون اللي احنا عايزينه من غير ما نتعب نفسنا ولا نلون ولا ندرج ولا نعمل الكلام ده كله، احنا جاست هنلزق الورقة دي على الرسمة ساعتها اللون هيظهر معانا فوق الشكل مباشرة. يعني بعد ما ارسم الشخصية ممكن ارسم عليها صورة وشي أنا شخصيا، ساعتها تبقى عندك إيحاء إنه ده هو فلان، وبالتالي تبقى شكلها لطيف قوي وبتبقى سريعة جدا في الإمبلمنتيشن بتاعها. خلاص؟ طيب الشكل ده اسمه تكتشر بينت. أتوقع الإنبوتس بتاعته تبقى إيه؟ تبقى الصورة أهم حاجة، أكيد الصورة اللي أنت عايز تلزقها. واضح؟ تبقى الصورة اللي أنت عايز تلزقها. تاني حاجة أنت عايز تبدأ تلزقها من أول فين لحد فين؟ خلاص يبقى الستارتنج لوكيشن والاند لوكيشن اللي هو الريكتانجل اللي انت هتلزقها فيه يعني. واضح؟ تمام يا شباب؟ يبقى اهم ارجيومنت الصوره، وتاني حاجه الريكتانجل اللي انت هتحطها فيه على الشكل، وبعد كده تقدر تسيت بينت وترسم الايه الرسمه بتاعتك. خلاص؟ تعالوا نجرب نعمل نفس الحركه ديت على العربيه، بس تعالوا ننزل الاول صوره عربيه ماشي من على الانترنت مثلا images.google.com. اوكي تعالى مثلا كار لون عربيه، بس اي عربيه من دول. خلاص زي دي كده شباب. خلاص احفظ الرسمه بتاعتها. احطها على باص محدد كده عشان اعرف استعملها، اسميها تيست مثلا تي سي. لا لا تست يستي مثلا. اوكي كده بقت معايا الصوره موجوده على الهارد ديسك، اقدر استعملها، هي موجوده لو عايزين تبصوا عليها. ايه يا شباب الصوره اللي انا عايز الزقها على الشكل بتاعي؟ طبعا يعني انت علشان تظبط
الصوره بشكل طيب، المفروض ان انت يعني ايه تحاول انك تخليها يعني محكمه قوي علشان تعرف تحطها في المكان المناسب زي كده مثلا. انا هقطع بالظبط البوكس على قدها عشان لما الزقها يبقى شكلها كويس. خلاص طيب، بعد كده انا محتاج اني اعمل فايل اكستنشن عشان ابقى شايف الامتداد بتاع الصوره، هي test.jpg عشان اعرف احملها في الجافا. خلاص طيب، احملها ازاي في الجافا يا شباب؟ تعالوا كده نفتح الجافا ونشوف ازاي نحمل الصوره ديت عشان نجهزها للتيكتشر بينت بتاعنا. خلاص طيب، اللي هعمله بالظبط ان انا هعمل بافر ايمج انستنس. البافر ايمج ده كلاس بيشيل صوره بس، وظيفته في الدنيا ايه يا جماعه؟ ان انا احط جواه صوره واشيل من جواه الصوره واستعملها يعني. هسميه بي اف مثلا تساوي انيشيالي، هبداه بنال فاليو. بعد كده لازم بين تراي وكاتش، بين تراي وكاتش، لانه خلي بالك ممكن انت تكتب الباص غلط او كذا، فانت الامر ده عرضه للخطا، فهتعمل تراي وتعمل كاتش اي او اكسبشن. يعني انا مش هطبع حاجه يمكن، لكن المهم عندي البفر دامج واضح انه محتاج امبورت يا شباب، حد شايف؟ فانا محتاج امبورت جافا دوت اي دبليو تي دوت ايمج دوت بفر دامج، حطيتها فخلصني من المشكله. والاي او اكسبشن نفس الكلام، خلي بالك انا هاجي هنا كده اقول له امبورت برضو كده، حليت المشكلتين. طيب هنا التراي اقول له ايه؟ هقول له بي اف ايكوال ايمج اي او دوت ريد نيو فايل اوف، وادي له الباس بتاع الايه الصوره بتاعتي. خلي بالك الصوره بتاعتي كانت موجوده على الدي على تي اس تي دوت جي بي جي بالشكل ده. تمام، نفس الكلام انا محتاج انبوت. خلاص كده كده المفروض الصوره ينفع تتحمل، بس انا حملتها وما استعملتهاش لسه في حاجه، ماشي يا شباب؟ لكن انا حملتها صح بدليل ان هو ما ادانيش ايرور. اوكي، بعد كده بدل ما انا هشتغل بالتيكتشر بينت، انا عايز اشتغل بالايه؟ بدل ما اشتغل جريدينت بينت، انا هشتغل بالتيكتشر بينت. هقول له تيكتشر بينت هيبقى اي بي مثلا تساوي نيو تيكتشر بين، وزي ما اتفقنا اديله البارامتر الاولاني بتاعي المهم جدا اللي هو البفر دي ايمج اللي انا محملها، وتاني حاجه اللي هو نيو ريكتانجل 2 دي. وادي له الارجيومنتس بتاعتي اللي هي، خلي بالك العربيه بتاعتي كانت مرسومه فين؟ لانه بص كده على الحدود هنفتكرها، كانت بادئه في الاكس من 100 وفي الواي من 0، والعرض بتاعها كان كام؟ العرض الاجمالي بتاعها كان حوالي 300، والطول بتاعها كان كام؟ الطول بتاعها اخر واي عندنا، اعلى واي عندنا كانت كام؟ 278 278. حاجه كده بسيطه خالص. بعدين اقول له سيت بينت تمام، وبعدين هقول له فيل، بدل ما اشتغل بقى بالجريدينت بينت، لا ده انا هشتغل دلوقتي بالايه؟ التكتشر بينت. واضح شباب؟ تعالوا نشغل كده ونشوف ايه الاوتبوت. عربيه عربيه يعني مش هزار. حد عنده مشكله مع العربيه دي ولا حاجه؟ كده اسهل، كده اسهل صح؟ اسهل في الريندرنج بالذات لو ظبطت مكان العجل فعلا على العجل بتاع الصوره وهكذا، تقدر تخلق الانيميشن بتاعك ببساطه خالص وتطلع شكل رائع جدا من غير ما تتعب نفسك. انت فعليا ما رسمتش العربيه ولا حاجه، ده انت لزقت الصوره بتاعتها ولكن
في النهايه المحصله انك خدعت اليوزر وفهمته ان انت رسمت العربيه. واضح؟ تمام شباب؟ اي اسئله؟ يبقى انا اللي كان ناقصني بس لو انا حطيت مكان العجل صح، حركته شويه على حسب الصوره اللي عندي، والسقف بتاع العربيه ظبطته شويه كويسه، كنت هعرف يعني زي ما بقول لك اخدع اليوزر بان انا اوري له فعلا عربيه وكانها عربيه حقيقيه. ماشي يا رجاله؟ اي اسئله؟ مهم التيكت شربينت ولا مش مهم؟ مهم جدا، دايما يجي في دايما دايما لازم يجي في الامتحانات، لازم يجي في تي ام ايه. بس خلي بالك انه لما بسالك عليه في التي ام ايه ارجوك تبقى مخلي بالك من النقط اللي انت بتحطها. اختار صوره مظبوطه عشان العجل يجي مكان العجل، مش ترمي اي صوره. ده له درجه وده له درجه. ماشي؟ اوكي شباب؟ هو ده الموضوع اللي انا كنت عايز اركز عليه في المره دي. بقى الخطوات اللي انا نفذتها ان انا عملت بفر دي ايمج، بعدين حملت الصوره بتاعتي وكتبت الباس بتاعها صح والاكستنشن بتاعها صح. معظمكم بيغلط في الاكستنشن، الدوت بعد الدوت، تمام؟ تكتبها صح، دايما مش تحط سلاش او بتاع ده، مش وان باك سلاش، لا تحط دبل باك سلاش، وبعد كده تخلق التيكتشر بينت بتاعك، وبعدين تعمل سيت بينت، وبعد كده تبدا الفيلنج بتاعك. هتلاقي الرسمه بتاعتك طلعت بمنتهى النجاح والامور بتاعتك تبقى كويسه جدا. يبقى انا اللي غطيته في المحاضره ديت الفيلنج ميثودز واللي هم ثلاثه بس. اول حاجه السوليد فيل، ثاني حاجه الجراديانت بينت، ثالث حاجه التيكتشر بينت، مفيش حاجه ثالثه، مش حاجة رابعة. واضح؟ سهلة؟ أي أسئلة يا شباب؟ أنا كده خلصت اللي عايز أقوله في المحاضرة، وليكم أنتوا أسئلة أنا معاكم. اتفضلوا. حد ليه أسئلة قبل ما آخد الأتندنس؟ لا تمام. تمام، شكرا جزيلا.